السلام عليكم أعزائي المتابعين. شفتوا في الفيديو السابق الجولة اللي أخذناها بالزورق في نهر جاسم. هسه احنا نزلنا من الزورق وتوجهنا إلى مكان المعركة البرية قرب نهر جاسم. هاي اللي قدامنا هي الشلامشة، وهذه ساحة المعركة أمامنا. هنا خالين قطعة تحذيرية للناس من الألغام والمخلفات الحربية، لأن هذه المنطقة مملية بالمخلفات الحربية والألغام. للي ما يعرف نهر جاسم، هو نهر يقع شرق البصرة، حدثت به معارك شرسة بين الجيش العراقي البطل والجيش الإيراني. بدت هذه المعارك في هجوم الجيش الإيراني في 8/9 من شهر 1 في 1987. استشهد في خلال هذه المعركة من الجانب العراقي 20,000 جندي مقاتل من أبطالنا الشهداء الله يرحمهم، ومن الجانب الإيراني قتلوا 65,000 قتيل. هذا اللي أمامنا هي ساحة المعركة، وراح نمشي على الشارع فقط، لأن المناطق اللي على جانبي الشارع متروسة بالألغام. هذا مقام سيد جاسم اللي أمامنا. هاي الأرض المعركة، هي قوة المعركة صارت هنا كلها هنا. إيه هذا المطار مال الهليكوبتر. نعم متروس كلها ألغام، طبعا ما نقدر ندخل بها لان كلها الغام وكلها هاي خطره، ما كلش خطره. نمشي بس على الشارع. هاي اللي قدامنا حشوه مال صاروخ غاذفه اللي قريبه على البطل. طبعا هاي اكثر التلول المحفوره، الجهد الايراني يدخل يبحث عن جثث القتلى والناس اللي ماتوا هنا من جانبهم. اللي امامنا طريق الشلامشة، اذا يبين بالتصوير السيارات البعيدة طريق الشلامشة تنومة. طبعا هي هسه ابو حيدر المعركة بدت يوم 9/1 بنفس هاي الايام. هاي بقايا من صاروخ 60، نفس البرد ونفس المطر و... اي وجوز اتعس من الجو هذا. هاي اللي امامنا واللي بيها اعلام بيها الغام كلش هوايه. الله يعلم هذا العظم بشري حيواني ما حد يدري. اي نعم، حاطين اعلام حتى لا احد يعبر ورا الاعلام، كلها الغام. هذا قناع. نعم كيميائي. هذه الملابس العسكرية، ملابس الجيرسي. اللي ورانا مقام سيد جاسم.
ايه خوضنا احنا فايبر. هاي بقايا خوذة عراقية، هذه هم قذيفة زنجة صار لها 35 سنة. هذا الأغم دبابة قدامنا. شاش قد خطر هنا القاع، كلش خطر. هاي بقايا الملاجئ الإيرانية. هذه حافرينها جديد منها؟ ايه حافرينها هسه ما صار لهم 15 سنة. يدورون على الجثث مالتهم. هاي حتى بيها وحدة؟ اي حاوية مال صواريخ. والابيض يعني هذا امام هذا الشارع. هذه المنطقة كلش خطرة. هاي كلها متروسة الغام. الاعلام الابيض مننا انه اكو ماكو الغام، والاحمر منك كلها الغام. هذه الخوذة اللي موجودة قدامنا. هم معلمي لك الشارع. هسا احنا نمشي بنص الساحة مالت المعركة. اي نص كده. بالضبط. هاي بعد وحشة. هاي أخطر مكان. هاي شوف بقايا النخل. هاي جيها العالم. إيه هذا بقايا النخل. حتى ما قدرون يرجعون إلها هسه يعني. من يرجع لغير تأمن. إيه. هسه هنا. شوف هالحيوان يصيد الحقول. جاي يتبتر إن عندهم هوار. إيه. هذه هي ساحة معركة نهر جاسم، المعركة الأشهر في الحرب العراقية الإيرانية. فوق المحفرة؟ اي هذا الغبق مال الغم دبابة اللي قدامنا. شوف هذا الحلال قدامنا يرعى بحقول الألغام. قرب نهر جاسم. هاي راح نرجع للزورق حقتنا.